حله زي ما هي كده على النار، بنغطيها ونشوف اللي بعده. اللي بعده نوع بطاطس بالاعشاب، المسمى بتاعها في بعض المطاعم اسمها بطاطا ويدجز. البطاطا دي او البطاطس دي لها طريقه كده في عمايلها، والسر مع المغازي ازاي ان انا ما اخليهاش تعجل في بعضيها، ازاي ما اخليهاش طريه تكون معايا كريسبي وفيها التوابل وفيها الطعم زي بتاع المطاعم. هنشوف الكلام ده مع بعض، تفاصيل صغيره وحاجه لطيفه مع بعض. المقادير على الشاشه، وانت لما تعمليها لاولادك بجد هيحبوا ياكلوها من ايدك، مش هياكلوها بره خالص. ليه يا مغازي؟ لان البطاطا دي بتيجي مجمده، بتتحط في الديب فريزر درجه تبريد 20 تحت الصفر. الا كارت او الا اوردر بينطلب بالتليفون، واحنا واقفين بتطلع البطاطس من الفريزر، تعدي على سير يتحسب الطيب 10 دقائق 5 دقائق تستوي، تروح البيت تلاقيها لسه من جوه تلج ايس كريم. ليه؟ نسبه وتناسب، ما خدتش، هي اتحمرت من بره. وده حصل معايا بالفعل دون ذكر اي اسماء. فتعملها في البيت، ما تروحوش تلاقيها في البيت ايس كريم من جوه لسه مجمده بس محمره من بره. الكلام ده هنشوفه مع بعض ازاي. حلو الكلام؟ هناخد البطاطس دي مع بعض. اللهم صل على النبي. هي الفكره كلها ان اولادنا لما بياكلوا حاجه بره بتعجبهم. حتى لو انت عملتها في البيت يقول لك يا ماما عايزها زي بتاعت بره. انت تقنعيه ازاي انك انت الحاجه الحلوه دي انت عاملاها بايدك واحسن من بتاعت بره؟ ده دورك ودور الشيف المغازي في نفس الوقت. البطاطس معانا اهي زي الفل، قشرناها حطيناها في ميه عشان ما تسودش، بسكينه لطيفه هنقطعها نفس التقطيعه. البطاطس بتاعتهم بتبقى صغيره شويه بيقطعوها على اربعه. معانا زي الفل نفس التقطيعه، بالشكل ده كده. حلوه، والتقطيعه تكون كلها حجم واحد يا شيف علشان ما فيش واحده تستوي جامد وواحده تكون لسه نص سوا. خلي بالك، ودرجه حراره الفرن عندك تكون 180. ناخد البطاطس كده بالشكل ده كده. شاطرين في تقطيع البطاطس؟ تمام. بس خلاص زي ما هي كده اهي. حلو قوي. تمام، نجيبها الناحية دي شوية. تمام، واللي متقطع عندنا جاهز. حلو، الله، ده تقريبا كيلو ونص بطاطس يكفي عيلة. روح اشتريهم كده هيعدلك بالواحدة، قول لك 40 جنيه. نيجي للبطاطس بتاعتنا الجميلة. تعالوا نعمل الخلطة بتاعت المطاعم اللي احنا بنشوفها مع بعض كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بولة صغيرة. يا نعم، حاضر يا فندم. نيجي نتبل التتبيلة بتاعتنا. توم باودر، بصل باودر، معانا من الدقيق معلقتين. اللهم صل على النبي. اكتبي ورايا المقادير دي من فضلك، هتدعي لي بعد ما تعمليها، مش هتاكليها بره تاني. معلقتين دي بصل باودر، توم باودر، معلقتين من الدقيق. ايه الجديد هنا يا شيف؟ اصبر على رزقك، نقلبهم كويس ونجيب البهارات بقى اللي هي بتدينا الطعم، وناخد بعضينا كده. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا لايه؟ لمكان العمل. ملح بتاعنا، فلفل اسود، التقطيعه زي ما انت عايزه. بيسالوني لازم نقطع التقطيعه ديت، انا اتعمدت اقطع التقطيعه دي علشان احنا بنشوفها في المطاعم كده، بس ممكن انت تقطعها مكعبات كريهات يعني. حلو. بابريكا، هي قطعيها مكعبات مع البطاطس الكبيره، اما البطاطس الصغيره قطعيها على اربعه تبقى لطيفه وحلوه. بهاراتك يا شيف اللي حطيتها، حطيت طبعا بابريكا، كركم، ملح وفلفل وشويه زعتر. لسه ما حطيتش الزعتر لان في تركايه لما احط الزعتر. الزعتر باخده كده بحطه على كف ايدي كده لان ده خشن مش عايزه يبان شويه، دول حلوين، وافركهم بايدي كده، افرك الفانوس السحري يديني طعم حلو على طول. هي الحركه دي. شم ايدك كده بعد ما تفرك الزعتر، اعمليها في المطبخ كده كل شويه، عايزه تجيب ايدك هنا شم الريحه الحلوه. ونقلب التتبيله دي يا عم الشيف. ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ زعتر بري. طبعا مستحيل هتلاقي المطعم حاطط لك زعتر بري، هو عاملها وحاططها في الفريزر. هيجيب زعتر بري منين اخضر زي ده كده؟ شفت الفرق بقى؟ شفت التركايه؟ مش هتلاقيها غير هنا وبس. ده زعتر بري
شفت ادى يا جمال للبطاطس ازاي؟ اه زي الفل. ناخد الخلطه بتاعتنا الحلوه دي كده. اه حلو قوي. ونجيب صينيه في الفرن، الصينيه دي بتسخن زي الفل كده يا عم الشيف. ناخد الكبسه دي نخليها هنا. ومعانا صينيه شديده الحراره اهي، اللهم صل على النبي. ليه سخنت الصينيه؟ حد يقول لي بقى. انا مش هجاوب على السؤال ده غير لما اسمع الاجابه من خلال حضراتكم. ليه سخنت الصينيه قبل ما احط فيها البطاطس؟ اشكرك يا بختك يا شيف، في حب كده. بس يتصلوا الساده المشاهدين يشكروا الشيف ويقولوا له كلام حلو. ده الواحد يجي كل يوم وعم ايهاب يقول لي ايه ده. اه كل يوم اجي يا عم ايهاب بسمع كلام حلو. هنحط زيت الزيتون، زيت الزيتون اهو اهو، ده في ارضيه الحلق، وزيت زيتون هنا اه. بس زيت الزيتون يتحط بعد التقليبه دي، خلي بالك. اه حلوه. ونقلب. محدش قال لي ليه سخنت الصينيه او الطاسه او الحله اللي هتحط فيها البطاطس قبل. اه زي ايه تاني؟ معلش حد يقول لي. لا 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 مش دي خالص، هو ده بقى الكلام. اه شفت التقليبه دي مهمه. واخد البطاطس كده بالشكل ده كده اه، عشان البطاطس. اجاوب ولا التليفونات هتيجي؟ انا عايز اسمع الاجابه. طيب علشان البطاطس ما تلزقش في ارضيه الطاسه، خلي بالك التحميله دي مهمه جدا اه، لما اجي اقلبها تتقلب معايا ما تلزقش. دخلها دلوقتي الفرن بالشكل ده كده. الله مع التحميره. وجود معلقه الدقيق هنا بيعمل عمليه تماسك للتوبنج اللي انا عامله للبطاطس. وجود الدقيق مع البطاطس علشان ملمس البطاطس مش هيشيل التوابل، فالدقيق بيساعد على ان البطاطس يكون فيها طعم التوابل اللي انا حطيتها. هاخدها زي ما هي كده، زي ما هي كده، زي ما هي كده. العب العب اهي اهي اهي، زي ما هي كده اه اه، زي ما هي كده. هضيف حاجه صغيره هنا كده، وجود الزعتر البري ده معايا اهو. شفت الجو ده كده اهو. صينيه البطاطس دي هتسيب الحمام وتسيب السمان وتسيب الخروف الضاني وتاكليها زي ما هي كده في درجه حراره الفرن 180 اهو. الف هنا وشفا للي ياكل. يلا نظره الوداع، العب اهو العب. هو ده، انا كل ما افتكر البطاطس اخش على الفرن واشوفها. ما تيجي نبص عليها مخرجنا الجميل شفيق. البطاطس واللطافه والزعتر البري عامل عمايله اه. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ هو ده. يلا بطاطس شكلها جميل، الله عينيه اه، زي الفل. هوبا نقفل الفرن، ناخد مع بعض نشوف البطاطس اخبارها ايه. ايه الاخبار؟ بطاطس بطريقه جديده علشان ما تشتريهاش من بره، تبقى انت ضمنت التوابل بتاعتها. الشيف المغازي حط معلقه زيت زيتون علشان نهزها كده بعد ما تطلع من الفرن تتهز بالشكل ده كده. طب جيبوا لي دي كده عشان دي بقى حلوه دي كده اهو، زي الفل. حلو الكلام اهو. بطاطس توابلها تقدري تعمليها بسهولة بالشكل ده كده اهي، شايفة الجو ده كده اهو. الزعتر البري هنا سيد الموقف، توابلها الشكل الألمس أو الملمس بتاع البطاطس، لازم نحط معلقة دي مع التوابل عشان تديني الشكل والطعم ده كده. عايزاها سبايسي كتري فيها شوية فلفل أو شوية شطة باودر، مفيش مشكلة حسب الرغبة. البابريكا كفيلة في إن هي تخليها سبايسي. حلو الكلام. مطبخنا النهارده فيه تفاصيل كتيره، مطبخ صحي اه صحي. استخداماتك للدهون هنا مفيش، اعتقد ان هو زيت زيتون استخدمناه في الكبسه بتاعتنا بتاعت السمان، وكده كده السمان الدهون فيه قليله جدا. عصير البنجر بالبرتقال لطيف وجميل شكله، طبعا غني عن القيمه الغذائيه بتاعته.
البطاطس اللي انا عملتها بهديها لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيتصلوا بيا، دي على فكره صحيه من الدرجه الاولى، لان انا عاملها بزيت زيتون وما فيهاش دهون ولا زبده ولا اي حاجه. رؤيه فن ابداع، والوقايه خير من العلاج. كل يوم حد من كل اسبوع بيكون اكلنا صحي بقدر الامكان بنسبه تقريبا 50 لـ60 لـ70% حسب مكونات الاكله. رؤيه فن ابداع من ماسبيرو. We'll be right back.